بديت الطبخ من عمري 9 سنين ولا 10 سنين هكاك، من تما اللي بدات كيما يقول لك الحاجه اللي كنت حابها في الدنيا هذه هذيك هي. معكم بن علي خوجة محمد اسلام، اكزيكوتيف شيف، جي 22 ans. نهار من النهارات كنت داخل في الليل، تعرضت لحادث مرور، جاء واحد خبط في يدي غاكتومون، كان في سرعه واحد 120 ولا، يعني انا هذيك الليله هذيك مت وعاود تحييت، يعني جازت عليا طريق جدا 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 صعبه، يعني بلا ما نحكي لكم لانه بزاف واعره، مي انا والله شغل حتى النهار قلت يا ربي وعلاش درت لي هكذا، ولا يعني على بالي باللي الله سبحانه وتعالى ماهوش حيضرنا ولا حيزعم يدير لك حاجه مش مليحه، كي دار لي هذا الابتلاء راني حامد ربي وهذا ما كان. حسن تكروشين واخر لكم هذاك الحدث زاد بدل لي بزاف 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 حياتي اليوميه او حياتي المهنيه، انه زدت طورت فيها كثير كثير وزدت الناس حبوني بزاف والحمد لله ما زلت مكمل فيها. يلحقوني عده رسائل انه يقول لك كيف الشاف وما عندكش رجليك، لانه علاش الكوزينه تستحق بزاف كما يقول لك الطاقه وبزاف جهد باش تخرج حاجه مليحه هكذا، الاراده تصنع المعجزات، انا عندي الاراده الحمد لله يا ربي. تحت مطعم في الجزائر وان شاء الله راح تكون عندي سلسله مطاعم. انا نروح هكا نقضي، نروح نحوس على البرودوي تاع الشباب، لانه شغل صح عندي ناس يقضيوا لي، بصح نحب انا نخير الراماتيغ تاعي، سورتو في الحاجه تاع بواسون ولا خضره ولا لحم، يعني هذوك لازم كيما نقول لك خيرهم انا بيدي باش نعرف روحي واش راني حنخرج لو برودوي تاعي اللي نخرجه للناس اللي يجيو لعندي. انا واحد نفسيا نحب هذاك الضغط اللي يكون عندنا غاشي بزاف كبير وناس تستنى وحنا نجريو للداخل، يعني هذاك ما يحس به غير اللي في الدومين هذا في المجال هذا تاع الطبخ. في الكوزينه ثانيك يكون فيها كاين غاشي في لابريغاد تاعك، يكون فيها شويه كازديحه مكدا ويجري وكدا اكتيف في الناس مقلقه وكدا، يعني هذيك هي الاراده اللي خلاتني والقوه تاعي والعزيمه اللي راني خرج فيها باش نكمل في المجال تاعي. على جال هذيك انا حبيت الطبخ. من الانجازات اللي عملتها ونفتخر بها انه عندي برنامج تلفزيوني، هو برنامج طبخ يعني يحكي على المطاعم والفنادق خمس نجوم، واش يكون السر تاع الكوزينه هذيك، واش يخرجوا لك في البلا هذيك تاع الكوزينه يخرجوا، هذا راح نقدمه هنايا في برنامج تلفزيوني ان شاء الله ونوريكم كامل الاسرار تاعو. بعد الحادثه تاعي تحصلت على جوائز في الجزائر وخارج الجزائر الحمد لله يا ربي. ده عمل مجهود وعرف امكانياته وقدر يحقق انجازات يمكن بعضنا ما عرفش يعني يحققها. نوجه رسالة خاصة يعني يكونوا ناس صارت لهم حادثة ولا فقد أي شيء من نفسه ولا من غيره، أنه ربي سبحانه وتعالى على باله شو يدير وعلى باله على بال هذيك الحاجة، ما نزحفوش عليها ولا نقولوا علاش ولا كذا، تفائلوا خير وربي سبحانه حيجازيكم، لأنه كي نحي لكم حاجة حيزيد لكم ألف حاجة وحاجة، عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم.